السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير، والله يكمل هذا رمضان بالصحه والسلامه وباش تتمنيتوا ان شاء الله. وقبل ما نبدا بغيت نشكركم على التعاليق ديالكم وعلى اللايكات، وهذا راه صراحه شرف ليا وكيخليني نستمر في هذه الفيديوهات حيت كنشوف يعني كاين واحد الاجابه وكنفيدكم وكتخليوا لي التعاليق ديال الشكر، وراه هذا يعني انا راني جد فخور. المهم قبل بلا ما نطول عليكم، انا بغيت معكم نبدا معكم على اليوم على الدرس ديال اليوم، وخذته من التعاليق. هاد الدرس هو ديال الا بغيت تمشيو عند الطبيب وبغيت تقولوا ليه ولدي مريض، ولدي باغي يدير الجلبه، ولدي يعني ضربوا البرد، ولدي يعني قاعد الامراض اللي كيكونوا كيتعلقوا بالاطفال. مهم بلا ما نطول عليكم، انا بغيت نبدا معكم بعدا بالجلبه. الجلبه باللغه الايطاليه كيقولوا لها فاتشيناتسيوني، فاتشيناتسيوني. بغيت تقولوا ولدي خاصو يدير فاتشيناتسيوني، ولدي خاصو يدير الجلبه، يعني ميو فيليو ديفي فاري لي فاتشيناتسيوني، ميو فيليو ديفي فاري لي فاتشيناتسيوني، فاتشيناتسيوني. او لو بغيت تسولو الطبيب اش من الجلبه خاص يدير ولدي، كوالي فاتشيناتسيوني ديفي فاري ميو فيليو، كوالي فاتشيناتسيوني ديفي فاري ميو فيليو. ولكن دائما كما نقول لكم هو بالاسلوب، يعني الى دخلتو يعني بونجورنو بوناسيرا سكوسامي تي دو ديري اونا كوزا، تي ديفو كيدير اونا كوزا سكوسامي ميو فيليو، يعني دائما بالاسلوب تهضر بالاسلوب. اول حاجه بغيت نقول لكم، انا بعدا كتبت هنا شي امراض اللي كيكونوا يعني اللي كيدو لي اطفال اللي يعني كيكونوا مرض بحكم الدراري الصغار كتجيهم حكم يعني البرد او يعني السخانه او هاد كاع هاد الامراض. انا غنبدا معاكم، بغيت تقولوا المهم سالفي او بوناسيرا دوتوري، دوتور هو طبيب يعني راه سهله. بوناسيرا دوتوري، ا ميو فيليو fa male la pancia. A mio figlio fa male la pancia. اش كتعني؟ ولدي ضاره كرشو. الا بغيتي تقولوا ولدي دارينو مصارن، يعني ماشي غير الكرش، الكرشه كتقدر تكون المعده، تقدر تكون يعني كيقدروا تكونوا شلا حوايج، ولكن بغيتي تقولوا دارينو مصارن، يعني هذا واحد المرض اللي كيكون عند الدراري الصغار بعد كيكون عنده الاسهال وهادشي. بغيتي تقولوا دارينو مصارن. A mio figlio fa male l'intestino. A mio figlio fa male l'intestino. A mio figlio fa male l'intestino. Yani vuol dire darino msaren. Vuoi dire gulo? Vuol dire andro ishel. A mio figlio no. Smoglia. Mio figlio ha andro yani il verb milky. Mio figlio ha la diarrea. Mio figlio ha la diarrea. Mio figlio ha la diarrea. Anna kan katib likom kulshi fi shasha. Imma ana bghit tqulu wldi darro andu fi lkuhba. Mio figlio daiman kiqulu yani daruri tahdaru ghir bil fi'l avere, verbo avere, yani hadak il verb milki. Mio figlio ha la tosse. Mio figlio ha la tosse. Perché la faccio scrivere il giorno, yani vado dire mio figlio ha la tosse e la diarrea. E o che scrivo, dico e o che scrivo. Yani مش تقولوا mio figlio ha la diarrea, mio figlio ha la tosse, mio figlio, yani تعاودوا الفراز تبقاو تعاودوا في الجمله. Mio figlio ha mal di testa e ha la diarrea. Vuol dire دار عنده يعني دار راسو وعنده الاسهال، يعني تكملوا بال اي اي اي، وديك الساعه تقولوا كاع الامراض اللي كاينين يعني اللي يكونوا الولد عنده. اما بغيت تقولوا ميو فيليو ا لا فيبر. ميو فيليو ا لا فيبر، يعني ولدي عنده السخانه. لا فيبر. ميو فيليو ا لا فيبر. اما بغيت تقولوا ولدي ضربو البرد، يعني هذا بعدا الدراري الصغار دائما كيضربو من البرد. ميو فيليو ها رافريدوري. ميو فيليو ها إل رافريدوري. ميو فيليو ها إل رافريدوري. ولدي دائما شوفو راه الفعل الملكي ها، حيت لوي بحال هضرين على ميو فيليو، يعني راه تيرسا بيرسونا سينغولار، يعني راه تال يعني هو، هضرين على الدري ماشي يعني كيما إيو
tu hai, lui ha, mio figlio ha raffreddore, mio figlio ha il raffreddore. Vuole che accadere quel conto sempre è influenzato, che influenza gli anni che quello è stato in maniera influenza che con influenza di che con daira per come che darba il verde che con darba nes cam il verde ha coca d'or ha il verde pizzera che yani la can dar come yani il verde fondare che dare dose il well yani e ci vai dopo come influenza tu quadro sembra cioè influenza ora io che con de imarra mrtata be raffreddore. Il lavoro di culo, mio figlio vomita, mio figlio vomita, ulti che rod, mio figlio vomita e ha mal di testa e utcamlo, mio figlio ha il vomito, mio figlio vomita e anira che gire e anica i rod, vomito. Il lavoro di culo dar micel carciota. E nel gola. Che dicono, mio figlio ha mal di gola. Mio figlio ha mal di gola. Oh, mio figlio gli fa male la gola. Mio figlio gli fa male la gola. A mio figlio fa male la gola. A mio figlio fa male la gola. E vuol dire dar la gola, yani il caso da. إما بغيت تقولوا مثال أنا عاد كتبت هنا انتستينو قلتو ليكم ديال الراجل تاع ليكم أليرجيا. أليرجيا اش كتعني؟ هي كتكون عندك الحساسية. ميو فيليو ها لأليرجيا. ميو فيليو ها لأليرجيا. بغيت تقولي ما عارفاش واش واقيلا ولدي عندو لأليرجيا. نون سو سي ميو فيليو ها لأليرجيا. نون سو سي ميو فيليو ها لأليرجيا. ما عارفش واش ولدي عندو الحساسية. Ma per caso mio figlio ha l'allergia? Vuol dire che ha l'allergia? Ma per caso mio figlio ha l'allergia? Come sì, no? E ma il malato che è comune nel dresser è il misal buhamron, leggiamo buhamron. Buhamron è il morbillo, arfu a bloga in Italia, morbillo. Morbillo. إما لو بغيتي تقولوا عاد نهضروا على بغيتي تقولوا دارين ودني حيت شتي الودنين كيكونوا دارين دري صغار. A mio figlio fanno male le orecchie. A mio figlio fanno male le orecchie. O ha mal di orecchie. A mio figlio fanno male le orecchie. A mio figlio fanno male le orecchie. Vuol dire darin ودني. ديك السعاده كيكون واحد هو حيت انا نقول لكم نعطيكم على باز يعني الكلمات الاولين حيت انا ما نقدرش نقول لكم المرض الشخص اللي كيكون في الدري يعني ديك الساعه ومع هذا كيديروا لا فيزيت وكيعرفوا شنو هو المرض اللي كيكون بالضبط عنده بحال مثال امال دي اوريكي راه كتقدر هذيك اوريكي كتكون واحد باروتيتي اوتيتي يعني واحد الامراض اخرى اللي كيكونوا معلقين بالودن ولكن انتم ما تقدروش تعرفوهم يعني غير تقولوا ميو فيليا اللي فانو مالي لي اوريكي يعني راه دارين ودني وعاد لا بغيتي تقول عندو النفخ ا آه الغونفيوري tipo le orecchie gonfie. A mio figlio fanno male i denti. Vuol dire dare uno sneno. A mio figlio fanno male i denti. مهم هذا هو الدرس ديال اليوم خفيف ظريف ما بغيتش نطول عليكم وبغيت نشكركم على هذه المتابعه وكنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وانا قلت لكم غير حيت انا خدت هذا التعليق من واحد السيده طلبتني وبغيتكم مثال لما كنتوش باغيين تعرفوا شي حاجه ديال الدراري الصغار شنو دار شي حاجه او بغيت تعرفوا شي مرض شنو بالسميه ديالو باللغه الايطاليه قولوا لي خليوا لي في التعليق وانا باش ما كان راني عن نشوفه ونكتب لكم او ندير فيديو اخر وبغيت نشكركم والسلام عليكم.